مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من مدينة طنجة. قصة صادمة، معنا قصة المساخيط. أبلح ولاد الشارع في عز البرد والشتاء بحيبان مكادة، وكيقول على أنه فنى حياته باش يقريهم وكبرهم بعد ما بدلوا اللوبة ديال الباب وبيت ليلة البارح في الشارع. وغادي يحكي لنا هاد القصة الصادمة مع وليداته. تفضل احكي لنا كيف وقع لك مع ولادك البارح. السلام عليكم اخوان، انا جيت نعاود لكم، انا متقاعد. انا متقاعد امانديس، هذه 34 سنه وانا في امانديس، 32 سنه ديال الزواج. عندي ثلاثه الذكوره والبنيته، ثلاثه الذكوره الاولي راه كيبريباري الدكتوراه العداله الجنائيه، والثاني راه كيدير المحاماه، والثالث راه كيدير السنه الثالثه ديال الطاقه المتجدده اللي في ليير. والبنيته راها في الباكالوريا هذا العام. هاد الاولاد هادو انا خدمت عليهم، ما خليت ما درت عليهم. 34 سنه ديال السيرفيس، 32 سنه ديال الزواج، وانا خدام عليهم بمعنى الكلمه. نتسلف ونتكلف وما نخلي ما نديرهم باش نوصلهم. علاش؟ لان جيت باش نستثمر في ولادي، يقراو ولادي. بغيت نكون اسره، زعما اسره مثقفه للمستقبل. ولكن هادشي اللي وقع لي منهم، هادشي اللي وقع لي راه كارثه. علاش؟ لان انا كنت منتظر منهم باش غادي يكونوا في جنبي، وحتى كنشوف راسي وليت مرمي للشارع. علاش هادشي كاملين؟ علاش؟ لان انا كنتكلم مع السيده ديالي بان كنقول لها ها ما كاين بان الدراري راه غادي هذا اخر هي ما كتسمع لياش. تربيه الاولاد فعلا، تربيه الاولاد، بانه بالخصوص كيدير المحاماه. هذاك انا بقيت كنشوف به بان خرج هذا، بقيت كنشوف بان كيجي ليا تنصصات الليل، حتى شي اوقات اللي ما كنتقبلهمش. يجي لك حتى الصباح، ماشي خطره، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، ماشي اربعه. فاش كنتكلم معها كتقول لك لا خليه، ماشي شغلك، ماشي شغلي. والبنيته الساعه اللي فاش انا عاوتاني البنيته فاش انا غادي نبقى نشوفها تلبس ذاك اللباس وهذه، فاش جيت نتكلم معها وهذا كتقول لك لا خليها دير داك اللباس. انا ما مقبولش بالنسبه لي، انا ما كنقبلش داك الشيء. الساعه اللي فاش كنتكلم معها كتقول لك لا انت ما تكلمش معها. علاش ما تكلمش معها؟ ماشي بنتي. الساعه اللي فاش كتقول لا انت اسكت، واش انا سميتي اسكت؟ فاش نتكلم معها غترد لي هذا الشيء كامل. علاش؟ كنوفر لهم جميع الامكانيات، كنوفر لهم جميع الاداه اللي قالوها، كنشريها لا من الحوايج لا كتوبها ولا اي حاجه، ومن هذا الشيء كامل. وكنزيد بالسلفات من هنا ومن هنا من هنا ومن هنا. ما خليت فين تسلفت باش نقريهم، باش نخليهم. تسلفت من وفاء سلف، من البنكه، ما خليت فين، ما درت لهم. شريت الطوموبيل باش نساريهم، ما خليت فين ديتهم. هذا الشيء كامل علاش؟ باش كنوفر لهم واحد هذا الجو ديال الدراسه ديال هذا، باش كيكونوا حتى هما ناس هذا. ويد بي كنبقى نشوف انا راسي بان السيده غاده معايا بواحد الطريقه هذه. من بعد فاش بقيت كنتكلم معها قالت لك لا ما لا، حتى ولينا كنشوفوا راسنا ما بقيناش كنتفاهموا. من بعد هادشي كامل في العود ما غادي تدخل في واحد هذا بالصلح ناض كيفرق بيناتنا، ورانا رفعت به شكايه نهار 30 في شهر 4، رانا مداير به شكايه بان السيد كيتدخل في شي مسائل اللي بعيده عليه وناوي غادي يشتتنا. وفعلا داكشي اللي كان هذا المراد ديالو راه حقه. هذا خات سيدة الاخ، الزوجه ديالها، الاخ ديالها، هذا هو السبب ديال المشاكل ديالي كامله. علاش؟ لان تدخل في مسائل اللي عليه. انا قرانا رافع به، درت به شكايه نهار 30/4. من بعد هادشي كامل فاش تكلمت مع السيده قلت لها واش هادشي؟ قالت لك لا خويا، ما خويا. قلت لها خليك صافي، الله يجعل البركه. رجعت حالي اللور، حتى بيا كنستقبل، جابوا لي السلعه ديال الطلاق. فعلا هي طالبه الطلاق. لا مادام مشيتي وطالبه الطلاق صافي، الله يجعل البركه. المهم انا رفعت بيت. نعم الزوجه ديالك رفعت بيت؟ لا كدير في التعليم، تاخاها في التعليم. استاذه واخا درنا هذاك الطلاق ماشي مشكل، بقينا غادي. جا هو من كثره ديك هذا الحقد ديالو مشات فاهم مع اختو، عطاتو شيك بسميتي
عطاته الشاك وهي كاتبه فيه طونجيلو، جا هو كتب سميتو زهير نعيم هذا. لا كتب السميه ديال كتب السميه ديالو وكاتب 100,000 درهم، عشرات المليون، عشرات المليون اللي نزل عليا تما. الساعه اللي فاش قد الساعه اللي فاش قدمها وهذا. المهم الساعه فاش انا مشيت للبنك كيعيطوا لي، مشيت كنطير عطاوني فوتوكوبي ها هو عند انا عندي. الساعه اللي فاش شديت انا بحال هكا كنت هدا، بقيت كنزعم على اللوعس هذه، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى صلح لا هذه لا هذه، حتى كنشوف راسي بان وليت كنشوف بان حياتي كامله مشات باطل، حياتي كامله مشات باطل. شكون اللي ريبها لي؟ هو هذا السيد هذا، واخا الاولاد مع امهم. علاش؟ لان موفره لهم هذه المسائل وساكته وهذه وهذه وهذه، ماشي مشكل. طبعا البارح انا كنت ناعس، جا عندي الولد الكبير هذا اللي كيبريباري الدكتوراه، جا عندي قال لي با بغيت نتكلم معك. قلت له ياه ماشي مشكل، هذه 3 شهور 3 شهور هذه ما سمعت كلمه با، راه نشوف على وعسى تكون شي حاجه مزيانه. قلت له هنا ولا في القهوه؟ يلا نمشيو ولدي القهوه هذه. قلت مزيانه 3 شهور هذه. فعلا مشينا للقهوه، بقينا كنتكلموا الساعه اللي فاش بقينا كنتكلموا. قلت له شوف انا بالنسبه لي الطلاق ماشي مشكل، بالنسبه للنفقه ماشي مشكل، بالنسبه للمحامي يعطيني فلوسيك اللي انا اللي مسل فوق 11 مليون ونص باش دخل هذه المحاماه وهذا الشيء، اذا يرد لي فلوسي. ولكن وقال لي لا انا جيت عندك على الشيك. قلت له مال الشيك؟ قال لي لا الشيك حتى هو تسمح فيه. قلت له لا هذيك المساله بيني وبين حبيبكم انا مدخلها للمحكمه، والمحكمه واخده هذه ديالها بالكوميساري، المحكمه بان والكوميساري هذه، اذا نخليو المساله ديال الشيك في المحكمه. قال لك لا حتى الشيك غادي تنازل عليه. قلت له لا. قال لي المهم انا غادي نشوف. قلت له المهم انا تنقول لك عندي ثلاثه الحاجات، النفقه والطلاق وهذا، ويرد لي فلوسي. قال لي والشيك؟ قلت له الشيك انا ما كنسمحش فيه. قال لي انا غادي نشوف معاه ورد عليه. قلت له واخا. مشى الساعة اللي فاش مشى انا بقيت جالس في القهوة، نقول لك زدت من موراه شي نص ساعة ما كاملهاش. مشيت للدار مع هذيك هذي، كان جبر بدلوا الكانو ديال الباب، كان جبر الكانو مبدل. عييت ما هذي، عييت ما هذيك لانتيرفون هذي ما هذي والو. هزيت التليفون عيطت له في الأول ما جاوبنيش، في المرة الثانية جاوبني قال لي لا با انا صافي هما متفاهمين بان ما خصش البراني يدخل الدار. يا ولدي انا دابا صدقت براني، شحال وانا كنخدم وشحال هادي وشحال هادي وما هادي، وفي الاخر وهادي ديال نسيت لي ما نقولكش، هادي ديال فاس، هذا اللي كيدير الدكتوراه راه كيديرها في فاس. وغادي وكريت له ملي كان كيقرا في ملي كان كيماستر كيدير الماستر، كريت له فاس 160 الف فرانك بالمصروف ديالي بكل شيء ديالي باش على وعسى يقرا. وهذه وهذا الشيء علاش مشى لفاس؟ لان تابع حبيبه كيدير هذا فاس، هذا الشيء كامل عليه هو باش يدير الماستر والدكتوراه يديرهم على هذه. وانا كنادي تسلف من هنا وتسلف من هنا وتسلف، ما عليناش. هذا هو الجزاء ديالي. قال لك لا انت براني علينا، انت البراني ما يدخلش للدار. قلت له يا ولدي الله يرضي عليك، ما نفعني والو. صافي بقيت كنشوف راسي بان تشرت، ولو كان ما لقيتش المحسنين، ولو كان ما لقيتش الاصدقاء ديالي، ولو كان ما لقيتش هذه، فين غادي نمشي؟ فين غادي نمشي؟ فين غادي نمشي؟ فين غادي نمشي وانا في هذا السن هذا؟ فين هذا غادي نمشي وانا في هذا السن هذا؟ 65 سنه، 65 سنه ولدي، عمر المحكمه ما وقفت فيها، عمر الكوميساريه ما دخلت ليها من غير لا كارت ناسيونال، و 65 سنه عمر المحكمه حتى وقفوني فيها الولاد. الساعه اللي فاش كنجي بحال هكا الكبير هذا، الكبير هذا ديال هذا، قال لي البراني، قال لك البراني ما يدخلش للدار. الساعه اللي فاش انا واقف بحال هكا كيجي حبيبهم بالطوموبيل، وكاين ومدايرين التليفونات بعضياتهم، هو جا وقف بالطوموبيل والاخر خرج، الصغير خرج، هذا اللي كيدير المحاماه خرج. تلاقاو بعضياتهم وشافوني واقف في الباب وشافوني ركبوا ومشاو وخلوني انا تما. هذا راه كيدير المحاماه، هذا رانا مسلف عليه وما خليت ما درت عليه، وهذا الشيء اللي كنقول لك مسلف عليه، وهذا الشيء راه كل شيء عندي بالوثائق، راه كل شيء عندي بالوثائق، رانا ماشي غير مسلف عليه والسلام.
الساعه اللي فاش شديت انا بحوكك فين غادي نمشي؟ فين غادي نمشي؟ دابا صافي ضاغط بيا الدنيا، غادي نطيح الارض ما يمكن ليش، فين غادي نمشي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الاصدقاء والمحسنين ما دازونيش ما دازونيش، كنحمد الله ونشكروا عليها الحمد لله يا ربي. جبرت الخير في البراني وما جبرتهمش في اللي خدمت عليهم، ما خليت ما درت عليهم، ما جبرتهم اللي خدمت عليهم ما جبرت منهم حتى شي حاجه. واش غادي نقول لكم؟ كنرفع دواء بهم لله، هذا هو اللي غادي نقول لهم. وكنطلب من سعاده الوالي الجهه يوقف معايا، كنطلب من سعاده الوالي الجهه يوقف معايا، هذا هو الطلب ديالي الوحيد. وبالنسبه للمحامي يرد لي فلوسي، يرد لي فلوسي. علاش؟ لان رانا كنخلص البنكة، كنخلص كل شيء، انا رانا ما عندي باش نكري، ما عندي حتى شي حاجه، ما عندي فين نمشي، ما عندي فين نمشي. واش انا في هاد لاج هادي؟ ما هادي 34 سنه وانا خدام، في الاخر غادي نبات في الزنقه. 34 سنه. واش كان عندك شي مبلغ في الدار داوم لك؟ لا، هذاك المبلغ كان هذاك السيد دابا اللي واقف معايا، واقف معايا هذه 8 شهور هو واقف معايا، الله يكثر خيره والله يزيد من مثالو، اللي ما كيدوزنيش. الساعه اللي فاش سمعني بحال هكا بقى كيعطيني المبلغ، عطاني مبلغ وراه عندي في البيت، راه عندي في البيت. علاش؟ لان بدا يروح احتياطات، لان قلتها له، قلت له ودي راه النفقه ها شنو كاين، راه المصاريف عليا ها كيفاش، البنك راه كتقطع ليا، وفا سالف كتقطع ليا، راه كتبقى ليا تقريبا واحد النصيب هذيك، ما يمكن لي لا نكري به ولا نعيش به، والفضل كامل اللي كيرجع ليه. علاش؟ لان اعطاني واحد المبلغ، المبلغ ديال بالضبط اعطاني 6 مليون، وهذا الشهر هذا ما خلصش طريطه ديال وفا سلف. علاش؟ طريطه ديال وفا سلف عندي فيها 5022 درهم، زدت 5000 درهم على ديك، هذه راه عندي 6.5 منزله تما، راه 6.5 منزله تما. والاوراق اللي عندك، الاوراق دابا اللي كنعتمد عليهم، الاوراق اللي خاصني ندلي بهم، لا في الكوميساريه ولا في المحكمه ولادي، كل شيء عندي تما. هما دابا استغلوني بهاد الخرجه اللي خرجني، هاد الخرجه اللي خرجني الولد الكبير هذا اللي كيدير الدكتوره اللي خرجني، وهما استغلوا بدلوا اللوباق. وإلا مشي خصني ندخل نعرف شنو كاين، راه الا داو لي الوراق ديالي والفلوس راه ما كنسمح لهم لا دنيا لا اخره، راه ما كنسمح لهم لا دنيا لا اخره. هذه قناة شوف تي في، تابعتم معنا مباشرة من مدينة طنجة قصة المساخيط. أب لاحوا ولادو للشارع في عز البرد والشتاء، وكيف ما سمعتوا في التصريح ديالو بأنه فنى حياته كاملة باش يقريهم ويكبرهم، في الأخر جراو عليه وقالوا له بالدارجة حنا ما عندنا ما نديرو براني في دارنا. يعني الأب ديالو بين عشية وضحاها اللي هو الماثل أمامكم على هذا المباشر في عمره 65 سنة، رجع هو براني على وليداته في قلب دار، جراو عليه وبدلوا اللوبة ديال الباب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاهدينا الكرام، شكرا على تتبعكم هذا المباشر، إلى اللقاء.